بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، زي ما أنتم شايفين يعني جولتنا بين الجبال، زي ما أنتم شايفين هذه مناظر. طبعا على امتداد عينك والبصر هذه هضبة الجولان، هذه هضبة الجولان. احنا الآن على سفوح في جبال إربد، واللي أمامنا هذه هضبة الجولان، في مثل ما عودناكم اسمها رحلة البحث عن عشبة القبار. وزي ما انتم شفتوا بالفيديوهات السابقة، وهي هون الشباب مثل ما انتم شايفين بيشتغلوا وبطلعوا من العشبة قدر الإمكان. وهي وجبة الغداء اللي احنا محضرينها، هذه جلستنا هون، وهذه وجبة الغداء. وهي الشباب ما شاء الله نشامة وبيشتغلوا، واليوم ان شاء الله بس نخلص من المنطقة هذه اللي خلفي راح نتوجه الى اسفل الوادي، وراح برضو نزودكم بصور تكون موجودة مثل الصور اللي شفتوها قديمة. وشفتوا ما شاء الله يعني قديش جذر القبار لما يكون قديم جدا بوصل مترين وممكن ثلاثة، لكن احيانا بتصادفك صخور مثل هذه فبتوقف العمل، ما بتقدر تشتغل في هذه الصخور. فلله الحمد يعني رحلتنا اليوم كانت موفقة. نحاول نستغل قدر الامكان الفترة هذه قبل رمضان، قبل شهر رمضان المبارك، لانه في شهر رمضان المبارك بتكون الامور صعبة جدا في العمل. فمنحاول قدر الامكان انه نستغل ما تبقى من أيام قليلة قبل دخول شهر رمضان المبارك. أرجو أنكم تتابعوا معي كل الفيديوهات، وأتمنى لكم الشفاء والسلامة، وهذا كله من أجلكم الصحيح، يعني هذا كله من أجلكم أنتوا. بنحاول قدر الامكان انه نساعد مرضى الديسك، مرضى الانزلاق الغضروفي، قدر الامكان نوفر لهم هذه العشبة باسعار معقولة، ونعلمهم على طريقة استخدامها الطريقة المثلى حتى يتماثلوا للشفاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لسه في بدايته، هو بالفعل بيبتدئ القبار بتاريخ 15/5 ببلش ان شاء الله يشد. فقدر الامكان الواحد بحاول يستصلح الان من هذه الجذور. هذه مثل ما انتم شايفين ما في عليها ازهار، ما في عليها ثمر نهائي. هذه اخرى، تابعوا معنا وان شاء الله انه بنقدر نستخرج كمية. هيك هي عملية حفر على القبار، عملية الحفر على القبار تكون بالطريقة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني الأعزاء، مثل ما انتم شايفين اليوم استخراج عشبة القبار. طبعا هذه العدة اللي احنا بنستخدمها ماتور مولد كهرباء، هذه العشبة او هذه القبار، هذه القبار. الان هون تم استخراج جذر لعشبة القبار، لكن ما كان الجذر قوي الصحيح، كان ضعيف. هذه العدة اللي بنستخدمها، كان هذه ايضا قبار. هي العملية متعبة الصحيح، متعبة وبتمشي مسافات طويلة لاستخراج القبار. طبعا اخواني الاعزاء، القبار بالوقت هذا لسه ما اكتمل نموه. هاي بتودي عربد؟ نعم، فوق. طب بديروا على الشونة الشمالية، من هون الشونة صح؟ بينزل وعلى الشمال هيك،
بعود أتابع معكم. طبعا لسه القبار في بداية خروجه، مش مزهر وما عليه ثمر، يعني لسه في بدايته. هو بالفعل بيبتدأ القبار بتاريخ 15/5، ببلش إن شاء الله يشد. فقدر الإمكان الواحد بحاول يستصلح الآن من هذه الجذور. هذه مثل ما أنتم شايفين ما في عليها أزهار، ما في عليها ثمر نهائي. هذه أخرى، تابعوا معنا وإن شاء الله إنه بنقدر نستخرج كمية. هيك هي عملية حفر على القبار، عملية الحفر على القبار تكون بالطريقة هذه. زي هيك علي بالله يهون هون تعال. هز امشي معه، امشي معه. شايف لسه علي، وسع من عندك. فلا ما يوسع من غاد. اسمع ايوه، قص قص قصه من هون، من هون. اسمع من هون هيك، خذ لك نص متر وقص فيه. زيح 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 اقول لك. بدي شرح من هون يعني من غاد. بس استجرت ما هو يشرح يبغى يطلع ولا لا. اسمع وخذ كمان لعندك هناك يا علي، خذ كمان. ليش نازل نزول؟ ما هو مش نازل نزول. لا هيو عدل عدل. هيو ماشي ماشي. تأكد يا عبد الله. آه والتراب عندك كويس لل رد علي شيخ وينه؟ ها هيو جاي لعندك. يعني هي اشتغل. قص من عندك، قص من هون. ما هو بدك تقص ايش، لازم ايش كف. ايوه زي احنا نزلك. قص قص وسع وسع يا علي وسع. زي ما بقول لك رد علي بوحده وشوف كيف بنشتغل. وسع هاي ماشي. ايوه هاي اختلف وضعها عن هذيك او هذيك. هذا شور الشابين على الاول. ماشي طيب ماشي امشي معاه. خلينا نشرب ميه. هذا كويس، هذا يمشي. هذا مع الصفا الصفا. سلام. هاي القشره اللي مع الشرش لتحت ناس. ايوه ما تزبطش غير ايش بحي فصل. خليه 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 فيها الشرش. اسمع نضربها هي ايش نكسر الشرش كسر نصير. حتى فاسد يدخل نحاول نضربها. امسك هذا جذر القبار زي ما انتم شايفين. بعد ساعة من العناء شوفوا ما شاء الله في تقريبا 3 متر. ها مترين مترين لا مع التطعيجات 3 متر. مترين ان شاء الله انه كله نستفيد منه، يعني نستفيد قدر الامكان مع التطعيجات. بقول لك علي تعال. كبيرة وين رايح عبد الله؟ احنا نبحث شلون ترسل. لا ما تبحث. هيو مو ماشي. هيو شيخ امشي معاه. طلع جذره ماشي. يا سلام ها
الفيس؟ لا لا لا، هذا فيديوهات بس عندي على التلفون. فش لا ما بنزل على الفيس. الاكس اس ان يا عبد الله. بحش له بحش له خليه يسحب. تصورها لحالها. طيب يلا ارفع ارفع جذر القبار ارفع. فنان عبد الله ما شاء الله. ارفع ارفع يعني هذا لو بتمده على يعني بيجيب 3 متر على فكره هذا. يا عيني يا عيني. الله يعطيهم العافيه الشباب. الله يعطيهم العافيه. يلا شيلوا هالقد خلوا حالك. حطيهم خلص قومي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مثل ما أنتم شايفين أمامكم هذا بعد يوم طويل وشاق من الساعة 8 أو 9 صباحا إلى الساعة 10 ليلا، فالآن لسه هذا في طور العمل